الليلة دي. الليلة دي عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، تحديدا خليني أقول جمهور نادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي بصفة خاصة، إن شاء الله هيكونوا على موعد مع قمة جديدة ونهائي بطولة أفريقيا للأندية أمام فريق الوداد المغربي. إن شاء الله المباراة هتقام على استاد محمد الخامس في تمام 9:00 مساء بتوقيت القاهرة. امبارح أعلنوا عن نفاذ تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا المباراة زي ما احنا قلنا بتقام على ملعب فريق الوداد المغربي بعد قرار غريب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن نهائي البطولة يقام للعام الثاني على التوالي في دولة المغرب الشقيقة، لكن إن شاء الله إن شاء الله يكون جمهور النادي الأهلي حاضر، ولو حتى هنقول كم ألف كده يعني معلش بس موجودين، وصوتهم وتشجيعهم لفرقتهم هيكون إن شاء الله مسموع. كل الأمنيات كل الأمنيات لممثل مصر، هو في الأول وفي الآخر أنا بقى نادية إيه، لكن النادي الأهلي النهاردة بيمثل مصر ويقدر يحقق لقب البطولة الغالية، ومن بعدها إن شاء الله يتأهل لكاس العالم للأندية. عايزة أقول بقى على مشاركة النادي الأهلي في هذا النهائي، هو مش مجرد على فكرة مشاركة عادية، دي مشاركة لو هنتكلم على النادي الأهلي النهاردة بتعبر عن تاريخ طويل من الإنجازات والبطولات والأرقام القياسية، تاريخ كتبه نجوم وأبطال نادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي. كفاية إن احنا نقول إن الأهلي بيسعى لتحقيق لقبه 11 في هذه البطولة من خلال ثالث نهائي على التوالي بيشارك فيه بعد لقب القرن اللي حققه في 2020 أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، ونهائي 2021 أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. والنهاردة إن شاء الله الأهلي بيسعى للفوز بالبطولة للعام الثالث على التوالي، ومن بعدها إن شاء الله إن شاء الله لما يفوز يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه. كل قلوبنا النهاردة مع ممثل الكرة المصرية النادي الأهلي، إن شاء الله نجوم النادي الأهلي يعيشونا ليلة جميلة وتبقى في نهاية سعيدة للليلة دي وكلنا بنحلم بيها، وبالتأكيد الدعم الكبير من مجلس إدارة الأهلي للفريق في الأيام اللي فاتت في حالة تركيز شديدة داخل المعسكر خلت كل الناس جاهزة، كل الأمور متظبطة، بتبقى بس فضل لنا إن شاء الله التوفيق عشان المارد الأحمر يرجع من المغرب إن شاء الله باللقب رقم 11 في تاريخه ولقب أفريقي جديد للكرة المصرية بإذن الله. مخرجنا أحمد علي بيقول لي أنت زملكاوية، أيوة أنا زملكاوية بس أنا النهاردة أهلاوية لأني بشجع النادي الأهلي لأنه هو بيمثل مصر، وطبعا بتمنى له كل الفوز وكل الأمنيات الصادقة. أنت بقى زملكاوي إسماعيلاوي أي نادي، أنت مقاولين عرب، كلنا النهاردة بنشجع النادي الأهلي لأنه بيمثل مصر، وإن شاء الله بكرة كده نفرح بالجماهير ومصر كلها تفرح ونقضي ليلة جميلة ومشاهدة ممتعة إن شاء الله. خلينا بقى نقول لحضراتكم النهاردة فقراتنا إيه. إن شاء الله فقراتنا مختلفة ومتنوعة، البداية هتكون مع أبرز وأهم الأخبار ومنشطات الصحف، هيكون معنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيدي. فقرتنا الثانية هنتكلم فيها بقى النهاردة عن مبادرة مهمة جدا، المبادرة دي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي مبادرة أشبال مصر الرقمية. المبادرة دي بتأتي في إطار التوجه العام للحكومة المصرية وإن الدولة حريصة على النهوض بالمستوى التعليمي، مش بس المستوى التعليمي، والتكنولوجي للأجيال الجديدة. هنتعرف على أهمية هذه المبادرة، طب تفاصيلها إيه؟ كل ده من خلال لقائنا مع ضيفتنا الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية. دي فقرات يومنا إن شاء الله تحوز على رضاكم. النهاردة أنا عايز أقول الجو حر جدا، تعالوا بقى نتعرف على حالة الطقس النهاردة شكلها إيه.
طبعا حالة الطقس النهاردة يعني عايزة أقول لحضراتكم بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه هيكون الطقس النهاردة شديد الحرارة نهارا، وأنا قلت من الأول هو هيبقى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية. تعالوا بقى نتعرف على درجات الحرارة زي ما قلت لحضراتكم. هنبتدي بالقاهرة، النهاردة العظمى 38، أما الصغرى فهتكون 23. الإسكندرية العظمى 32، 21. إسماعيلية 38، 22. الدقهلية 38، 22. الغردقة 37، 26. أما المنيا ف 39، 23. زي ما انتم شايفين درجات الحرارة، احنا بنمر بموجة حارة جدا، فدرجات الحرارة يعني مش بتاع وقتها دلوقتي، يعني احنا اوكي داخلين على خلاص فصل الصيف هيبقى على 21/6، لكن احنا ابتدينا الحر من بدري شويه. طب تعالوا نشوف بعض العواصم العربيه والعالميه. خلونا نبتدي بالرياض. الرياض العظمى هتكون 41، 27. ابو ظبي 33، 26. انقره 32، 16. لندن 16، 9. واشنطن 32، 20، وده برضو تعتبر عالية في التوقيت ده إنها تكون كده في واشنطن. بكين برضو عالية جدا 33، 16. من الواضح إن الموجة الحارة والتغيرات المناخية مأثرة على أغلب دول العالم. بعد كده ما تعرفنا على أحوال الطقس، تعالوا بقى نشوف إيه أسعار العملات والذهب النهاردة هتكون شكلها إيه. خلوني أبتدي بأسعار العملة. هبتدي بالدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي الشراء سجل 18 جنيه 55 قرش، أما البيع ف 18 جنيه 61 قرش. اليورو الشراء 19 جنيه 84 قرش، أما البيع ف 20 جنيه و3 قروش. الجنيه الاسترليني شراء 23 جنيه 34 قرش، البيع 23 جنيه 57 قرش. الريال السعودي 4 جنيه و94 قرش للشراء، أما البيع ف 4 جنيه و96 قرش. الدينار الكويتي الشراء 58 جنيه 38 قرش، أما البيع ف 60 جنيه 88 قرش. من الملاحظ أن في حال استقرار أو ثبات في أسعار العملة بقالها فترة، يعني لا بنعلى ولا بننزل. طيب تعالوا بقى نشوف الذهب، يعني جنان الذهب وصل لإيه. العيار هنبتدي ب 18، السعر 879 جنيه، عيار 21 1025 جنيه، عيار 24 1171 جنيه. أما الجنيه الذهب ف 8200 جنيه، وده بيقول لنا إنه الجنيه الذهب إنه ابتدى يقل شوية، يعني أسعار الذهب ابتدت تنزل، بس بتنزل بشكل طفيف، بس هي نزلت شوية. بعد كده تعالوا نشوف جولتنا حول العالم. طبعا جولتنا حول العالم جولتنا في البداية بتكون جولة خفيفة، جولة طريفة، بنحاول نجيب لكم أحداث من مختلف دول العالم. تعالوا بقى نشوف جولتنا فيها إيه النهاردة. النهارده الاثنين، الاثنين هو البداية الحقيقية للأسبوع، يعني ممكن نلاقي في بعض الزحام في أماكن، الحركة عامة بتبقى أكتر من أي يوم من أيام الأسبوع اللي هي في أواخر بقى، جمعة سبت حد كده. طيب تعالوا نروح لعاصم الشندويلي في الإدارة العامة للمرور نعرف أحوال شوارعنا إيه. صباح الفل يا عاصم. يا صباح الخير والبركه والسعاده، تحياتي لحضرتك يا استاذه رشا، وبصبح على كل مشاهدي صباح البلد من داخل غرفه العمليات المركزيه بالاداره العامه للمرور. اسمحوا لنا في البدايه نطمن كل الساده المشاهدين ان حتى هذه اللحظات اللي احنا بنكلم فيها حضراتكم على الهواء لم ترد اي اخطارات هنا للغرفه تفيد لا قدر الله بوجود اي مشاكل على الطرق، وان كل الطرق والمحاور تسير على ما يرام الحمد لله رب العالمين. طبعا الحاجه الثانيه، كلنا عارفين ان موجه من الطقس الحار بيشهدها البلاد حاليا بتصل لذروتها الحقيقه النهارده الاثنين وغدا الثلاثاء، وبتبدا يعني تنزل تدريجيا بدءا من الاربعاء. عشان كده بنناشد كل قائدي ومالكي المركبات عليهم القيام بالصيانه الفوريه والدوريه الخاصه بالسيارات بتاعتهم تحديدا في فصل الصيف. الناس اللي لسه ما عملتش الصيانه بننصحهم قبل ما يتحركوا، تحديدا الناس اللي مسافره النهارده، يطمنوا على كل السوائل داخل العربيه واهمها زيت
الماتور وكمان المية الخاصة بالريداتير بتاع العربية. وطول ما هم سايقين تحديدا في درجات الحرارة تحت أشعة الشمس الحارة النهاردة لازم عينيهم على طول أيضا على مؤشر الحرارة داخل السيارة، وإن شاء الله كل جميع يعني يصل لمراده بألف خير وسلامة. تعالوا بقى نشوف الصورة على أرض الواقع ونشوف أخبار الحالة المرورية، ونبدأ مع حضراتكم من طريق السويس اللي جاي هنا من القاهرة ومن التجمع متجه إلى بوابات السويس. وطريق السويس في حالة من السيولة المرورية التامة تحديدا عند منطقة البوابات، وأيضا اللي جاي هنا من السويس ومتجه بقى إلى القاهرة في حالة من السيولة المرورية التامة. نروح أيضا مع حضراتكم لمحور بن زايد تحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة، حالة من السيولة المرورية التامة في الاتجاهين في هذا المحور. أيضا ننتقل مع حضراتكم لجزئية في غاية الأهمية وهو طريق محور 26 يوليو اللي جاي هنا بقى من مناطق أكتوبر وزايد ومتجه بقى إلى مناطق ميدان لبنان والمهندسين وجماعة الدول العربية في حالة من السيولة المرورية التامة. أيضا نزلة الطريق الصحراوي في حالة من السيولة المرورية التامة، واللي جاي أيضا من ميدان لبنان والمهندسين والزمالك وكوبري 15 مايو ثم بعد ذلك محور 26 يوليو أو الصحراوي وبعد ذلك إلى زايد أو أكتوبر في حالة من السيولة المرورية التامة أيضا في هذا الاتجاه. نروح برضو مع حضراتكم مشاهدينا لجزئية في غاية الأهمية أعلى الدائري تحديدا عند منطقة الرماية أعلى الدائري، اللي جاي هنا بقى من الدائري الزراعي ومن كوبري صفت ومن المحور ومتجه إلى مناطق أكتوبر وطريق الواحات في حالة من السيولة المرورية التامة. واللي جاي ايضا هنا من مناطق يعني مختلفه على الدائره وحابب ينزل على الصحراوي في حاله من السيوله المرويه التامه. اما اللي جاي هنا من ميدان الرمايه والهرم ونهايه فيصل وطالع الدائري من عند منطقه الرمايه في حاله من السيوله المرويه التامه، واللي جاي هنا من مدينه الانتاج الاعلامي مناطق حدائق اكتوبر مناطق حدائق الاهرام وايضا من طريق الواحات ومتجه اعلى الدائري ثم بعد ذلك الطريق الزراعي وايضا المناطق الاخرى على الدائري في حاله من السيوله المرويه التامه. نروح برضو مع حضراتكم لمنطقة اعلى قوس الغربي وهو منطقة كوبري رود الفرج، واللي جاي هنا بقى من الصحراوي اسكندرية، وقبل ما يدخل طبعا بوابات مصر اسكندرية بياخد الطريق رود الفرج اللي بيودينا على طول الى مناطق شبرا في حالة من السيولة المرورية التامة، واللي جاي هنا من مناطق وسط العاصمة وحابب يطلع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في حالة من السيولة المرورية التامة. وهنا يا استاذ رشا نقدر نقول طريق بديل في غاية الأهمية تحديدا في فترة الذروة الصباحية. حبايبنا اللي جايين من اسكندرية بدل ما ياخدوا دلوقتي في توقيت الذروة الصباحية الطريق الدائري او طريق المحور، الأهم والأفضل ليهم ان هم ياخدوا طريق رود الفرج اللي بياخدهم من قبل البوابات وبينزلهم مباشرة على يعني منطقة وسط العاصمة عند منطقه كوبري تحيا مصر، ده الافضل ليهم والاهم والاحسن تجنبا لي يعني الاحجام المرئيه اللي ممكن تكون على الدائري والمحور تحديدا فتره الذروه الصباحيه. نروح برضو لمنطقه اخرى على الدائري ومنطقه الكنيسه، زي ما حضراتكم شايفين الجزء الايسر يعني في الاعمال الخاصه بالتوسعه والتطوير ما زالت يعني بعضها تحت الانشاء، اما الجانب الثاني اكتملت الامر اللي ترتب عليه حاله من السيوله المرئيه التامه في هذا الطريق، وايضا الاتجاه الاخر في سيوله مرورية تامة رغم انه لسه ما تضمش لمنطقة التطوير اللي بيجرى يعني الانتهاء منها ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. نروح ايضا مع حضراتكم لمنطقة المريوطية ودائري اعلى المريوطية، اللي جاي هنا بقى من مناطق التجمع ومناطق دائري المعادي ومتجه الى الدائري ثم بعد ذلك مناطق الرمايه او الواحات او حابب برضه يروح الزراعي او طريق شبرا بنها الحر في حاله من السيوله المرويه التامه في هذا الاتجاه، واللي جاي هنا برضه من مناطق اكتوبر مناطق طريق الواحات والدائري من عند الرمايه ومتجه اعلى دائري المريوطيه ثم بعد ذلك دائري المنيب والمعادي والتجمع في حاله من السيوله المرويه التامه ايضا في هذا الاتجاه. نروح برضه مع حضراتكم لمنطقه البستين، المنطقه اللي اكتملت فيها اعمال التطوير والتوسعه بالكامل سواء في الجانب الايمن والجانب الايسر، الامر اللي ترتب عليه حاله من السيوله المرورية التامه، وهذا المشهد الجميل اللي احنا شايفينه رغم ان وجود كثافات كثيره جدا وسيارات يعني عديده على الطريق انها لم تؤثر تماما على الحركه المرورية وان كل الامور تسير على ما يرام نظرا لاعمال التوسعه اللي الحقت بهذا الطريق مؤخرا. نروح برضو مع حضراتكم لمنطقه اخرى على الدائري عند منطقه اثر النبي وتحديدا منزل اثر النبي اللي تم الانتهاء منه وبنشير اليه كل مره، وان يعني هذه النزله من الدائري عند منطقة أثر النبي تعمل بكامل طاقتها بعد التجديد، وأيضا هنا بقى اللي جاي من المعادي والمنيبة ومتجه إلى التجمع مناطق العين السخنة، وأيضا حابب يروح الاوتوستراد في حاله من السيوله المرويه التامه اعلى الدائري في هذا الاتجاه، واللي جاي هنا بقى من التجمع مناطق العين السخنه ايضا باقي المناطق الاخرى من اعلى الدائري ثم بعد ذلك متجه الى دائري المريوطيه او نزله البحر الاعظم في حاله من السيوله المرويه التامه ايضا في هذا الاتجاه. نروح مع حضراتكم لنفق الـ NA في منطقه التجمع
واللي جاي هنا من شارع التسعيني ومتجه بقى الى زهراء مدينه نصر او طريق السويس او طريق اسماعيل فحاله من السيوله المريه التامه، واللي جاي هنا بقى من مناطق الدائري سواء طريق الزراعي او مناطق زهراء مدينه نصر ومتجه بقى الى المعادي والمنيب وباقي المناطق الاخرى على الدائري في هذا الاتجاه فحاله من السيوله المريه التامه. نروح ايضا لمنطقه هذا النفق قدام اكاديميه الشرطه، فحاله من السيوله المريه التامه في كافه الاتجاه على هذا الدائري اللي جاي من المعادي ومتجه ايضا الى باقي المناطق الاخرى زي زهراء مدينه نصر او التجمع الاول في حاله من السيوله المريه التامه حتى تحت النفق اللي بيودينا على طريق السويس وايضا مناطق العبور في حاله من السيوله المريه التامه. ونختتم جولتنا من عند محور سعد الدين الشاذلي بمحافظه القاهره، حاله من السيوله المريه التامه في كلا الاتجاهين. دايما بنقول يا استاذ رشا ان الاداره العامه للمرور مخصصه رقم في غايه الاهميه للتدخل السريع والانقاذ على الطرق، وهو 0122 ثلاث وحايد اربع اصفار، 0122 ثلاث وحايد اربع اصفار، ده الرقم اللي خصصته الاداره العامه للمرور، لا قدر الله لو حد اصابه اي مكروه على اي طريق ممكن يتصل على هذا الرقم ويجد التدخل المباشر والانقاذ الفوري له. كمان بنؤكد وبنشير ان التطوير الكامل اللي بتقوم به سواء وزاره الداخليه ممثله في الاداره العامه للمرور سواء في وحدات التراخيص على مستوى الجمهوريه لتوفير اعلى الخدمات لكل المواطنين في اقل وقت ممكن، المواطنين اللي بيترددوا على هذه الوحدات سواء لتجديد التراخيص او استخراج رخصات قياده شخصيه او رخصه سياره عربيه، سيارات خاصه او ايضا الخاصه بفحص السيارات. كمان مهم جدا الناس اللي هي مش حابه تروح المرور ممكن تدخل على موقع دعم مصر او موقع الاداره العامه للمرور بوزاره الداخليه وتطلب المرور يجي لها لحد عندها. طيب ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق حضرتك بتدخل على الموقع بتحجز من خلاله وبالتالي بيتم تحديد يوم لحضرتك بتيجي يعني وحده او سياره من المرور بتقوم باجراء التالي. حضرتك يا اما بتجدد الرخصه، لو بتطلعها لاول مره لازم تروح الوحده، لكن لو بتجدد الرخصه الشخصيه بتاعت حضرتك ممكن يعني تتمتع بهذه الخدمه، او بتجدد رخصه السياره دون فحص. يعني لو انا بجدد رخصه سيارتي دون فحص اتمتع بهذه الخدمه، لكن لو السياره بتاعتي محتاجه فحص لازم ان انا اروح للوحده، وده طبعا ضمن التطوير الشامل اللي بتقوم به الدوله المصريه في كافه الاتجاهات والمجالات تيسيرا على المواطنين ومواكبه التطور التكنولوجي العالمي، وده اللي بتقوم به تحديدا الاداره العامه للمرور ممثله في كافه الادارات على مستوى محافظات الجمهوريه، ودايما ان شاء الله باذن الرحمن على فكره يا عاصم الانجازات. مرة تانية صباح الخير والبركة والسعادة على صباح الخير يا عاصم، بس أنا عايزة أقول لك على حاجة، في عدد كبير من زمايلنا ابتدوا يعملوا يجددوا ترخيص العربية بإن هم يدخلوا ياخدوا ميعاد ويروحوا يعملوها، وبيشكروا جدا في الخدمة دي وقد إيه إنها مريحة وسريحة. مثلا يعني وقالوا لي في عند مسجد عمر مكرم في مدينة نصر يعني وفي المولات، يعني هو بيقول لي انا ما حسيتش باي حاجه خالص وعملوا كده. انا عايز اقول لك على تجربه تانية كمان انا مريت بيها امبارح، انا بعد ما خلصت شغل هنا امبارح كان عندي مشاوير كتيره يمكن لغايه الساعه 4 5 من مدينه الانتاج للمهندسين للمعادي، يعني كان عندي وكنت شايله هم الزحمه يعني، وامبارح كان الحد ممكن يبقى زحمه يعني، بس الصراحه انا عايز اقول كلمه حق، انت كنت طول النهار في تقاريرك بتقول لنا سيوله مروريه تامه، حاله من السيوله المروريه تامه، انا فعلا امبارح كان حاله من السيوله المروريه التامه، مع اني كنت الساعه 4 على الكورنيش وفي المهندسين والدنيا كانت رايقه، ما خدتش في المشوار اكتر من تلت ساعه نص ساعه بالكتير، ففعلا في مجهود محسوس على الارض الواقع، واللي ينكره يبقى جاحد. خليني اقول بس يعني دي نقطه انا عايزه اقولها. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عاصم. وده اتفضل اسمن على كلام حضرتك يا استاذ رشا، وده بنرجعه لربنا والدور الكبير اللي بتقوم بيه وزاره الداخليه وتحديدا رجال المرور على كل الطرقات والمحاور. صحيح. رغم كمان وجود يعني طلبه وطالبات بيجروا امتحانات الدبلومات الفنيه وده اللي ممكن ياثر على يعني الطرق، ولكن توازن مكثف تحديدا في هذه المناطق الحيويه سواء مناطق الاعمال سواء مناطق اللي فيها مصالح حكوميه او مناطق مدارس وجامعات، ده اللي بيحدثه. صحيح. حاله من السيوله المريه بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى هم رجال المرور المتواجدين في كل الارجاء على مستوى محافظات الجمهوريه. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عاصم الشندويلي، ايضا التوسعات على فكره يا عاصم بكل خير يعني لازم نشكر التخطيط اللي معمول للطرق والتخطيط الجديد يعني. صحيح. الواحد في مشروع قوي للطرق مع وزاره الداخليه مع كله الصراحه
بقت في متعه ان انت تتحرك في شوارع القاهره والجيزه، يعني انا اقولها كلمه حق حقيقي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عاصم الشندويلي من الاداره العامه للمرور. طيب زي النهارده حصل ايه؟ زي النهارده رحيل الفيلسوف الفرنسي والكاتب المسرحي فولتير. تعالوا نشوف هذا التقرير عن فولتير. بعد ما عرفنا نبذة كده قصيرة عن الفيلسوف الفرنسي فولتير، تعالوا بقى دلوقتي ننشط شوية. هو صحيح جو حر والحر بيخلي الواحد كده كسلان، لكن مع شوية رياضة مع شوية تمارين خفيفة ممكن نلاقي عضلاتنا ابتدت تبقى أحسن، لياقتنا أحسن، نستحمل الحر أكتر. تعالوا نشوف النهاردة هنقدم لكم تمارين رياضية شكلها ايه. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدينا. النهاردة عايزين نعمل تمارين تقوية لعضلات الظهر. جايبة معايا النهاردة دمبلز. الدمبلز دي ممكن قلنا نعوضها بإزازتين رمل أو إزازتين مية في البيت على حسب قوتنا مع بعض. طيب هنبتدي نسخن كتاف لورا زي ما احنا متعودين قبل أي تمرين، لازم نسخن جسمنا ونسخن العضلات اللي احنا شغالين عليها. طيب أنا ممكن كمان أنزل أمشي الصبح، أنزل أو أعمل مشي في مكاني، نعرف ننط الحبل، نعرف نتحرك بسرعة في مكاني 10 عدات 3 مرات قدام، واستخدم معايا الوزن اللي أنا ماسكاه إن هو يبقى مقاومة معايا. طب هبتدي معاكم بأول تمرين. الوزن بتاعي هحطه قدام رجلي، حميل بظهري لقدام، أنا هقف بالجنب عشان كلكم تبقوا شايفين وضع الأمان. رجلي بوسع كتفي، ركبي وكتفي على خط واحد. هجيب الوزن ايدي لورا وهرجع قدام. ظهري اهم حاجه ما ادوروش. كل الناس عندها الفتره من قاعده في البيت وقله التمرين حصل لهم مشاكل وتيبس في عضلات الظهر. التمرين ده مهم جدا عشان يرجع وضع الظهر مكانه ويقوي الميدل باك او نص الظهر. تاني تمرين هاخد ايد وايد، ايد وايد لورا. بعد كده تالت تمرين ايدي قدام، كوعي هطلعه لفوق 90 درجة وهنزل 90 درجة وانزل قدام. التمرين اللي بعده هنزل ديد ليفت واطلع لفوق. هنزل همسح بالوزن او بالازازة اللي انا ماسكاها دي على رجلي واطلع تاني لفوق. التمرين ده علشان القطنية. من وضعي ده هفرد ايدي لفوق وانزل، افرد ايدي فوق وانزل لحد رجلي تاني. هنعيدهم مع بعض التمارين دي. اول واحد تمرين الرو، ايديا مفروده قدام ركبي وبجيب كوعي جنب جسمي وبرجع كتافي لورا. اهم حاجه اللوحين اللي ورا يقفلوا على بعض، نحس ان احنا بنفرد ظهرنا بنزق كتافنا لورا. 10 عدات 3 مرات. التمرين اللي بعده ايد وايد. ممكن الرجل اللي ناحيه الجنب اللي انا شغلاه الجنب اليمين اهو استخدم ايد واحده، اسند على رجل واحده وانزل ده للظهر الجانبي من الجنب، العضله الكبيره اسمها لات. التمرين اللي بعده ايدي هنا، كوعي 90 درجه بيطلع وظهري مفرود وهنزل. انا ممكن اعمل التمارين دي وانا قاعده على الكرسي برضو لو انا لسه ضعيف او مش قادر ان انا اعمل التمارين دي وانا واقف. التمرين اللي بعد كده ديد ليفت، هنزل بالوزن بتاعي لحد تحت، رقبتي باصه لقدام وظهري مفروض محدش يدور ظهره، لو مش قادر انزل بعد كده بدور ظهري وده اخري انزل لحد هنا. هنزل واطلع تاني، الوزن بيمسح على رجلي. اخر تمرين معانا من المستوى ده بطلع لفوق وبرجع، بطلع لفوق وارجع. كده انا شغلت عضلات الظهر وقوتها 10 عدات 3 مرات. ما ننساش التسخين وما ننساش ان احنا بعد ما بنخلص التمرين بنعمل كول داون، بنهدي جسمنا، ما ينفعش اقف فجاه خاصه لو ضربات القلب عالية. نهدي مارش في المكان، نعمل ستيب للجنب لحد ما نحس ان ضربات القلب هديت للاخر. كده احنا مررنا عضلات الظهر كلها وصباح الخير عليكم.
مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى موجز أخبار صباح البلد. يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون باختلاف. تنطلق اليوم ولمدة 3 أيام لامتحانات البديلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث اعتمدت الوزارة جدولا بديلا للاختبارات بهدف إتاحة الامتحانات للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان الترم الثاني بنجاح بسبب عذر مرضي أو تقني أو شخصي مقبول. وأوضحت الوزارة أن الامتحانات البديلة تعقد ورقيا، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الاختبار في اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا. تواصل جامعة قناة السويس في إطلاق عدد من القوافل الطبية الشاملة مجانا للمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لخدمة أهالي المناطق الأكثر احتياجا، حيث من المقرر أن ترسل الجامعة قافلة طبية اليوم لقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب، وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية، ويتم صرف الأدوية بالمجان بالإضافة لتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفى الجامعي مع عمل الفحوصات اللازمة لهم. رياضيا، يلتقي اليوم في 9 مساء فريق الأهلي مع منافسي الوداد البيضاوي المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحجز الأهلي تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 15 في تاريخه والثالثة على التوالي عقب فوزه على فريق وفاق سطيف الجزائري في القاهرة 4-0 والتعادل في الجزائر 2-2 بالدور نصف النهائي. ويلتقي فريق سيراميكا كيلوباترا اليوم في 6:30 مساء مع منافسه البنك الأهلي على استاد بتروسبورت، وذلك في إطار منافسات الأسبوع 21 من عمر بطولة الدوري الممتاز. يدخل فريق سيراميكا كيلوباترا اللقاء محتلا المركز 11 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز 7 برصيد 29 نقطة. نهاية الموجز، ودلوقتي جه ميعادنا مع تقارير صباح البلد. أول تقرير معانا عن انطلاق مؤتمر عشرينيات القرن العشرين تحت عنوان علامات فارقة وإنجازات مضيئة. المؤتمر ده نظمه المجلس الأعلى للثقافة. نتابع. عشرينيات القرن الماضي أو مئوية العشرينيات، ده كان الحقيقة كانت نداء من مفكرنا العظيم أحمد عبد المعطي حجازي من خلال عدة مقالات كانت في الأهرام. والحقيقة آخر اجتماع لنا في المجلس الأعلى للثقافة طرح هذه الفكرة معايا، استجبنا سريعا جدا جدا، واجتمعنا بالفعل كوزارة الثقافة لكل قطاعاتها فورا، لأن طبعا يعني هذه الحقبة مهمة جدا جدا وسرية جدا فكريا وأدبيا وسياسيا ورياضيا، فكان مهم جدا تسليط الضوء على هذه المرحلة. المؤتمر زي ما حضراتكم عارفين هو بيقرأ ما تم خلال عشرينيات القرن الماضي من تقدم ملحوظ في كل المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية إلى آخره، وبحاول يستشرف هذا الماضي لكي يرى المستقبل بعين مختلفة وعين تناسب العصر اللي احنا اللي موجودين فيه. الموضوع كله تاريخي بكل أبعاده بكل منجزاته بكل تفصيلاته يعني، لكن بالمناسبة نحن لا يستغرقنا التاريخ في مثل هذه الاحتفالية أو هذا المؤتمر، وإنما نستنتج من التاريخ ما يمكن أن يفيدنا في الحاضر وانطلاقا للمستقبل. ولذلك حين نستدعي عشرينيات القرن العشرين، هذه المرحلة المفرقية المفصلية المهمة في تاريخ مصر، نهايات التاريخ الحديث وبداية التاريخ المعاصر، يعني بدء يعني الإفاقة
في مسألة الصمود في واكل الاحتلال البريطاني بعدما تم 82، فبدأنا طبعا نكل بالحركة الوطنية، لكن بدأت الحركة الوطنية تتماسك وتستعيد قوتها تاني ونبدأ للمد الوطني. أولا هو مهم موضوع المؤتمر نفسه، مجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة يعملوا مؤتمر عن عشرينيات القرن العشرين، اللي هو حقبة أو مرحلة كانت بيتشكل فيها ملامح مصر الجديدة وقتها. هتبص تلاقي تغيرات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والفني. مسألة مهمة جدا نشوف ايه اللي حصل وحصل ليه وعلاقة ده ايه بحاضرنا. ما هو اصلا ما فيش حاجة بتدرس من اجل الدراسة الاكاديمية بس، لا احنا دايما بنحاول نستقرئ دلالات تنعكس على مواقفنا الحالية. كلنا اجمعنا على ان هذه الفترة من تاريخ مصر كانت فترة منيرة، يعني فترة فيها شكل من أشكال التقدم الفكري، شكل من أشكال الزخم الفكري، شكل من أشكال حتى النهضة الاقتصادية. يعني في فترة من بداية القرن لغاية 1920 شفنا حاجات كتيرة اتعملت في مصر، شفنا الجامعة، شفنا الأحزاب، شفنا الصحافة، شفنا قيام ثورة 19 وعشان يعني المطالبة بالاستقلال، شفنا نهضة مصر الاقتصادية. حقيقي لما نتأمل في المرحلة دي هنلاقي حاجات كتير جدا حصلت في مصر. هل يعني اللي حصل هو اللي أثر في التطور السياسي في مصر، ولا التطور السياسي هو اللي أثر على اللي حصل في مصر؟ دي نقطة برضو لابد ان احنا ندرسها كويس. بس ثبت في يعني من مراجعة المرحلة بنلاقي ان الفن في المرحلة دي كان له دور رئيسي. القادم حنكون في جولة تفقدية لوزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة في المستشفى الإيطالي بالعباسية. تعالوا نشوف. في إطار الزيارات الميدانية المستمرة للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان المستشفى الإيطالي بمنطقة العباسية، وذلك بحضور السفير الإيطالي في مصر السيد ميكيلي كواراني. وخلال الجولة تفقد عبد الغفار كافة أقسام المستشفى واطمأن على الخدمة المقدمة للمواطنين. احنا موجودين في مستشفى عمرها 120 سنة، يعني وده دليل على علاقات مصرية إيطالية تعود إلى عمق التاريخ. يعني خلينا نتخيل بس من 120 سنة كان في ناس غيرنا كانوا موجودين هنا وفكروا ان هم يعني على خدمة المجتمع المصري يكون فيه، ومش بس الجاليات الإيطالية اللي كانت عايشة في هذا التوقيت، ولكن هذه المستشفى فيها أكثر من 320 سرير وفيها أكثر من 37 عناية مركزة و27 وحدة غسيل كلوي وحوالي 8 حضانات، 30 عيادة خارجية بتخدم كم كبير جدا من المجتمع زي ما احنا شفنا واحنا بنتفقد مع المرضى. يعني خدمات تمريضية وخدمات طبية متميزة. احنا وزارة الصحة الحقيقة معنيين جدا ان احنا نطمئن على المنظومة الصحية مش بس القاهرة لكن كل المحافظات. وجودنا النهاردة هو يعني بداية لان احنا زي ما بنزور مستشفيات الخاصة بوزارة الصحة المستشفيات الجامعية، احنا كمان معنيين بالمستشفيات المجتمع المدني ومستشفيات القطاع الخاص، لان اللي اثبتت التاريخ من خلال ازمة كورونا ان لابد ان يكون هناك تكامل مع المنظومة الصحية بالكامل. وبالتالي النهاردة نتأكد من الخدمات المتميزة المقدمة من المستشفى الإيطالي، وبنشكر معالي السفير وأعضاء مجلس الإدارة ومديري المستشفى والعاملين فيها على هذا العمل المتميز اللي إن شاء الله يعني كمان اتفقنا على أن يكون هناك مزيد من الإنجازات داخل هذه المستشفى. الحقيقة احنا اتكلمنا في هذا الموضوع، احنا كلنا عارفين أن إيطاليا مشهورة جدا ببعض العمليات الجراحية والتخصصات الجراحية اللي ممكن نتعاون فيها في المستقبل، واتكلمنا فعلا مع إدارة المستشفى ان مصر في نفس التوقيت احنا بنبعث من خلال العلاج على منفقد الدولة بعض الحالات، سواء مثلا عمليات قلب الأطفال العيوب الخلقية او ما شابه ذلك. فاتفقنا على ان يكون هناك مع السفير استخدام
بعض الأساتذة وبعض المتخصصين من إيطاليا للعمل في المستشفى هنا، وإحنا نقدر إن إحنا نساهم عن عملية إن إحنا نقدر نرسل المرضى بتوعنا في المستشفى للتعامل مع الخبراء الإيطاليين. المستشفى مؤهلة إنها يتعمل فيها يعني جراحات من أنواع دقيقة، وبالتالي هم عندهم يعني يونتس للأساطر وبيفكروا إنهم يعملوا جراحات قلب وصدر. يمكن مكان متميز جدا لقرب المستشفى من قلب القاهرة، يعني قريبا جدا منها جامعة عين شمس، ونعرف طبعا جامعة عين شمس متميزة في جراحات القلب والصدر والجراحات الدقيقة الأخرى، وبالتالي هيبقى في سهولة. زي ما احنا شفنا النهاردة معظم العاملين في هذه المستشفى هم أعضاء التدريس من جامعة عين شمس وجامعة القاهرة. المستشفى الإيطالي بالعباسية واحدة من أعرق المستشفيات في مصر، وتقدم خدمة طبية متميزة للآلاف من سكان العباسية والمناطق المجاورة، وتسعى دائما إلى تطوير قدراتها العلمية واللوجستية بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة. يعني هي قديمة في الإنشاء لكن متطورة جدا في الأداء، فإحنا عندنا الطراز المعماري اللي من 100 سنة موجود وهو طبعا إيطالي، ومن الداخل كان في تطوير لجميع أقسام المستشفى، وسيادة الوزير أبدى الحقيقة ملاحظات إيجابية جدا على أن المستشفى من الداخل متطورة جدا، وعندنا جميع الأقسام ممثلة في المستشفى، فعندنا الجراحات، عندنا البطنة، عندنا الأطفال، عندنا قسم المعوقين والاحتياجات الخاصة، وده قسم متميز عندنا في المستشفى، عندنا قسم غسيل كلى في 24 مكان كانت غسيل كلى، بنتعاون بقوة مع وزارة الصحة، والحقيقة كانت زيارة مشرفة واستفدنا بيها جدا من بعض الملاحظات اللي قدمها لنا سيادة الوزير. وأحدث حاجة في البحث العلمي كانت جهاز للكشف عن الجراثيم خلال ساعة. عامة أي واحد فينا بيجي له برد بياخد أنتيبيوتيك، وبعد 3-4 أيام يكتشف أن الأنتيبيوتيك ده مش جايب نتيجة، يضطر يغيره، وممكن يحصل مناعة للجراثيم من الأنتيبيوتيك اللي خده، فيأثر على البشرية كلها أن المضادات الحيوية ما تبقاش فعالة. الجهاز اللي بنقدمه النهاردة هو جهاز بيكشف على نوع الجرثومة والدواء المتخصص اللي يقدر يعالجها من المضادات الحيوية في أقل من ساعة. فبدل ما كنت تقعد 5 أيام عشان تعمل مزرعة، في ساعة واحدة بتعرف عندك إيه وبتاخد الدواء المناسب. الشافي الناجع والشافي هو الله سبحانه وتعالى. اهتمام كبير من الحكومة بملف الصحة، ولعل الفترة الماضية التي شهدت انتشار وانحصار فيروس كورونا خير دليل على قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الطبية وتجاوز آثارها. يعني نقول كل سنة وكلنا إن شاء الله بخير وسعادة. إحنا خلاص داخلين على موسم الحج. تقرير من إعلان وزارة السياحة والأثار أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي. كل سنة وحضراتكم طيبين وألف مبروك إن شاء الله، إن شاء الله يبقى حج مبرور وذنب مغفور لكل اللي فاز ويستمتع بحجة السنة دي. يطيب لي أن أنقل لسيادتكم تحيات معالي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وتمنياته للجميع بنجاح موسم الحج لهذا العام بإذن الله. أقيم حفل سحب القرعة العلنية للحج السياحي للعام الهجري 1443، وذلك بحضور ممثلي وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث يتميز الحج السياحي هذا العام بتواجد مستويين للحجاج، وذلك لعدد 9200 تأشيرة بعد سحب القرعة. الوزارة هي الجهة المنظمة للحج السياحي بمختلف مستوياته، الخمس نجوم والاقتصادي، وبالتنسيق مع غرفة شركات السياحة والسفر. الوزارة هي اللي بتحط ضوابط اللي بتلتزم بيها الشركات، ثم بتتبعها وتراقبها وبتضمن جودة الخدمات المقدمة للحجاج. مفيش تدخل بشري، هي معادلة في الأجهزة، هي الكمبيوتر بتتم رسمي. إنما إحنا دورنا إحنا عملنا الضوابط اللي تنظم الحج الاستثنائي. إحنا بنعتبره السنة دي حج استثنائي لأن الدولة أصلاً حطت قواعد لمواصفات الحج عامة للمصريين، إنه لازم يكون ما يزيدش عن 65 سنة، ولازم ما يكونش حج قبل كده. دي أهم شرطين بالنسبة للدولة، وطبعاً بالإضافة للحاجات الصحية، الشهادات الصحية والإجراءات الصحية. يأتي هذا الحفل بعد توقف دام عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تقدم للقرعة هذا العام قرابة 68 ألف من الراغبين للحج هذا العام.
مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيد. صباح الخير يا أستاذ حسن. صباح الخير. منورني. صباح الخير. نورك ونور السادة المشاهدين. الله يخليك. هنبتدي جولتنا النهاردة بخبر اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجها سيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. قام اللواء محمد الزملوط بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصة في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح. أستاذ حسن، يعني قعدنا فترة طويلة محافظة الوادي الجديد ما بنسمعش عنها قوي. محافظة موجودة، يعني يدوبك بنقول درجات الحرارة في المحافظة كام. دلوقتي محافظة الوادي الجديد بقى عليها الأنظار وبقى فيها شغل كتير وبقى فيها مشروعات كتير، وخليني أقول إنها يعني ممكن تبقى سلة غذاء لمصر الفترة القادمة. إزاي نقدر، أنا بتكلم بقى على الشق التنفيذي، إن هم يستغلوا الاهتمام الرئاسي وتوجيهات السيد الرئيس في ضخ استثمارات لتلك المنطقة؟ شوفي هقول لك حاجة، أنا زرت الوادي الجديد وفي الحقيقة احنا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نستغل هذه المحافظة الكبيرة بالشكل الأمثل. في الحقيقة هي محافظة واعدة جدا، وأنا هقول لك حاجة غريبة قوي، لو بصيتي حتى لسيدات الوادي الجديد هتلاقي ليس هناك أمية بين الفتيات والسيدات في محافظة الوادي الجديد. نسبة التعليم فيها عالية جدا، مفيش أمية هناك بالنسبة للمرأة، والمرأة متحضرة جدا في الوادي الجديد عكس الناس ما هي متخيلة في الوادي الجديد. ثانيا، الجو العام في الوادي الجديد والبنية التحتية في الوادي الجديد هائلة وعظيمة ومتوفرة جدا. حتى الجو مناسب جدا للإعاشة هناك. ولو انت بصيتي للوادي الجديد هتلاقي أصلا معظم المقيمين فيه كانوا من أبناء المدن وليس الريف، اللي كان مدرس منتدب هناك، القاضي المنتدب هناك، الدكتور اللي كان منتدب هناك واستقروا في الوادي الجديد. يعني الوادي الجديد من المناطق الواعدة جدا. وأنا عايز أقول لك حاجة، إنه من أجود أنواع النخل تمور، والتمور نعم هي في الوادي الجديد بناكلها دايما، بتلاقي موجود تمر الوادي الجديد في الأسواق. ومشروع ال 2.5 مليون شجرة، ده مشروع مهم جدا هيفتح فرص الاستثمار في توفير تمور هيترتب عليها إنشاء مصانع جديدة. ويمكن عندنا التمور نوعيتها وجودتها بتسهل عملية التصدير. في الحقيقة هناك بعض الدول زي تونس مثلا غنية جدا بالتمور، واستطاعت ان هي تكسب كثير جدا من خلال تصدير هذه التمور وبيعها. حتى السائح لما بيروح تونس بيبقى حريص جدا على شراء التمور، وعندنا التمور من اجود الانواع، فدي هتفتح لك التوسع في زراعتها، مع ايضا الارض هناك مناسبة جدا لزراعة النباتات العطرية، العطور تقدر هناك أشجار الزيتون، هتقدري تنتي كل ده، هيترتب عليه التوسع فيه لإقامة مصانع وإتاحة فرص عمل لآلاف المواطنين. أيضا هذه المجتمعات العمرانية جدا أو الزراعية اللي بتجذب العمران إليها دي أيضا هتشجع الاستثمارات ويمكن نقول الإقامة الدائمة
في الوادي الجديد. فأنا بعتقد الوادي الجديد ده، الوادي الجديد منطقة ثرية جدا هتجذب عدد كبير من المستثمرين، خاصة أن البنية التحتية متوفرة وقوية جدا، لكن هي كانت محتاجة لعملية ترويج. وأيضا الحاجة الثانية اللي بتحتاجها الوادي الجديد هي عملية النقل المتصل إلى هذه المحافظة، ويجب أن تكون هناك رحلات ثابتة للطيران إلى محافظة الوادي الجديد. لكن اللي بيحصل إيه كان في الوادي الجديد؟ اللي بيحصل بيبقى هناك اتفاق بين المحافظ وبين شركة الطيران مثلا على رحلة أسبوعيا فقط، والمحافظة بتتحمل جزء وشركة الطيران بتتحمل جزء وبتمشي العملية. لا، إحنا عايزين بقى تبقى الوادي الجديد دي محافظة جذب وجذب المزيد من الاستثمارات. أنا أعتقد أن اهتمام الرئيس شخصيا بالوادي الجديد أنا أعتقد هيحقق طفرة ونقلة حضارية كبرى لهذه المحافظة، اللي أنا بعتقد أنها هتبقى جاذبة جدا للاستثمار، مش الاستثمار الصناعي والزراعي فقط، لا، إنما أيضا الاستثمار السياحي. نعم، لأنها ممكن تعملي أماكن ومستشفيات للاستشفاء داخل هذه المحافظة، وأنا أعتقد هتجذب عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم. العملية محتاجة إلى ترويج الوادي الجديد. صحيح. طيب خليني أنتقل برضو الموضوع مهم جدا وهو موضوع اقتصادي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى على هامش فعاليات إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حوارا مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة. أشار السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صرح بأن فكرة عمل هذه الشراكة التكاملية نبعت من اللقاء الهام الذي جمع القيادات الثلاثة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين العاهل الأردني، وذلك في شهر رمضان الماضي. أوضح السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء نوه إلى ما تم مناقشته بشأن الأزمة العالمية غير المسبوقة التي يمر بها العالم كله، والتي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، مصرحا بأنه كان هناك توجه لدى القيادات التنفيذية في الدول الثلاث بسرعة العمل على صياغة استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية تهدف إلى وضع رؤية للتكامل بين الدول الثلاث لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية ونقصها، لا سيما وأن المؤسسات الدولية تحذرت من قرب حدوث نقص في السلع الرئيسية وفي مقدمتها المواد الغذائية. الخبر ده فيه حاجات مهمة جدا. طبعا يعني الموضوع ده موضوع مهم جدا وعايزين نقف عليه دلوقتي. يعني حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي واللي نقلها لنا السفير نادر سعد، انه هناك مبادرة او شراكة تكاملية صناعية للاكتفاء الذاتي. حلو، العالم داخل على أزمة، أزمة أكبر من الأزمة اللي احنا موجودين فيها، ويمكن حتى هذه اللحظة في ناس كتيرة مش مستوعبة حجم هذه الأزمة العالمية، لدرجة انه العديد من المنظمات الدولية قالت لو فضلنا بالشكل ده احنا داخلين على مجاعة. يعني حتى يعني جوتيرش أمين عام الأمم المتحدة كان بيناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فك الحصار عن الحبوب والغذاء، لأن العالم خلاص داخل على مرحلة انهيار غذائي. طيب مثل هذه الشراكة التكاملية والمبادرة دي وما بين الدول الثلاث مصر الإمارات والأردن ممكن توصلنا لإيه؟ ممكن نصل إلى الاكتفاء الذاتي حقيقة؟ وماذا عن بقية الدول العربية؟ يعني هي شراكة بين ثلاث دول، وماذا عن بقية الدول العربية؟ في الحقيقة طبعا العالم حاليا بيمر بأزمة صعبة جدا، أزمة قاسية بالنسبة للغذاء، وده طبعا نتاج الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا ارتفاع أسعار النفط عالميا، أزمة حقيقية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية. في الحقيقة هناك علاقة خاصة بين مصر والأردن والإمارات.
ودي مش أول مرة. في الحقيقة الرئيس حريص جدا على الالتقاء بالقيادة الإماراتية والأردنية. وشفنا قد إيه زيارة الدكتور مصطفى مدبولي وفي نفس الوقت هذا الاجتماع المهم لتنفيذ هذه المبادرات بناء على التوجيهات القيادات الثلاث دول، أنا أعتقد أنها خطوة مهمة جدا نحو شراكة متكاملة، مش فقط أن أنت تساعدي في توفير سلة غذاء للدول الثلاثة، إنما أيضا في جذب الاستثمارات بين الثلاث دول، ودي مهمة جدا. وشفنا أن في نواة بالفعل تم الإعلان عنها في مثل هذه المبادرة لتوجيه الاستثمارات في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة. وفي الحقيقة يمكن نقدر نقول أن الإمارات، أنا بعتقد أن مصر استطاعت أنها تجذب أموال إماراتية للاستثمار في مصر، وده مهم جدا. وأنا أعتقد أنه فتح المجال للقطاع الخاص بيؤدي لجذب استثمارات الأردنية والإماراتية في مصر، وده شيء مهم جدا. لو بصيت للاتفاق أو لهذه المبادرة هنلاقي فعلا هتفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة بين الدول الثلاثة، سواء كانت صناعية أو زراعية. وفي الحقيقة التركيز على الجانب الزراعي في هذه الفترة مهم جدا لمواجهة الأزمة. يمكن إحنا زي ما شفنا أن مصر من خلال فلسفتها ورؤيتها المستنيرة نجحت في مواجهة أزمة الغذاء. وفي الحقيقة كانت إحنا بالنسبة لنا كانت يعني هذه المواجهة اللي نقدر نقول عليها نجحنا فيها وبتفوق، رغم ارتفاع الأسعار العالمية ورغم إن إحنا نقول إن مصر ليست من الدول الغنية، إلا إن الحكومة المصرية استطاعت أن تمتص هذه الأزمة وهذه الصدمات، ليس فقط من خلال الدعم وإنما من خلال حزمة حوافز للحماية كانت مهمة جدا. فأنا بعتقد أنه هذه المبادرة بين الدول الثلاث للاستثمارات الصناعية والذراعية لتعد نواة لشراكة عربية. حتى لو بصينا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي قال أن دي بداية وهناك ترحيب بضم أي دول جديدة لهذه المبادرة أو هذه الشراكة. فإحنا نتمنى أن تحقق هذه الشراكة نتائج مثمرة وبناءة، وأنا أعتقد أن المجال مفتوح. وده هينقلنا لنقطة مهمة جدا، لو أنت بصيتي لنقطة أنا أعتقد مكملة لها، وأيضا في حوار الدكتور مصطفى محمود وفي لقاءاته مع وسائل الإعلام مصطفى مدبولي، نعم، وحواراته مع وسائل الإعلام في الحقيقة كانت حوارات كاشفة جدا وفي غاية الأهمية، ليس فقط متعلقة بالدول الثلاثة والأردن أو الإمارات أو مصر والشراكة بينها، وإنما أيضا امتدت إلى كيفية المواجهة في المرحلة القادمة والمرحلة الهادية الحالية القاسية جدا في المواد الغذائية. كيف نستثمر نقول إنتاجنا من الغاز في المرحلة الجاية، ده مهم جدا. كيف نقلل من استخدامنا للنفط الطبيعي، ده مهم جدا في هذه المرحلة. أنا جاي لك لخبر النفط والغاز برضو، كويس أنه موجود معنا. أنا جاي لك لخبر النفط والغاز، بس قبل ما انتقل للنفط والغاز، في تصريحات دكتور مصطفى مدبولي بالأمس يعني بعث برسالة طمأنة للمصريين أنه مخزون السلع الاستراتيجية 6 شهور، يعني أنا بتكلم لغاية ديسمبر. أعتقد أن الرؤية ممكن تبقى وضحت في حاجات كتيرة لغاية ديسمبر. شوف حالك حاجة، رسالة الطمأنة كان بدأ بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن لدينا مخزون استراتيجي في السلع الأساسية حتى نهاية العام. النهاردة في عندك بعض السلع لمدة 3 شهور، وبعض السلع الأخرى حتى نهاية العام. في الحقيقة أنت لو بصيتي حتى للقمح، العالم كله بيعاني من أزمة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، هنجد إنه 250 ألف فدان بيبدأ على طول ثمارها
ودي بتحقق لك المعادله اللي كانت صعبه اللي هي توفير القمح. احنا كنا نشوف بنستورد قد ايه من القمح. النهارده حاليا لم نشعر بازمه القمح في مصر. ان الدوله المخزون الاستراتيجي ساعدنا، ايضا الحوافز اللي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفلاح بالنسبه للقمح ورفع سعر الارداب، وايضا مع القطن مساعده الفلاح، دي كلها في الاخر بتصب في خدمه قطاع الزراعه المصري والنهوض به، وفي نفس الوقت بتوفر لك التوسع في نقدر نقول 250 الف فدان جديده في زراعه القمح. دي بقى بعتقد هتحوط جزء كبير من الازمه. انت كنت بتستوردي تقريبا، احنا هنوصل الى نص استهلاكنا من القمح. نص استيرادنا؟ لا، احنا دلوقتي تقريبا بنستورد اكتر من نصف استهلاكنا. المرحله الجايه لا، احنا عايزين على الاقل الى 65% من الاستهلاك في مرحله عاجله. فبالتالي انا اعتقد ان التوسع في زراعه القمح ده هيساعد كبير جدا في سد الفجوه الواقعه حاليا او المتطرفه. حاجه ثانيه كمان، انه ايضا دعم الفلاح في الزراعه واستخدام الاجهزه التكنولوجيه الحديثه سواء في الري او في رفع كفاءه الفدان، كل ده في النهايه هيساعدك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائيه. وده في الحقيقه هنا لا يجب ان نتوقف، انه يجب على المواطن المصري ان يدرك ان احنا وقعنا، انت كمواطن وقعت في خطا كبير بل جريمه كبرى عندما اعتديت على الاراضي الزراعيه اللي كانت بتحقق لك اكتفاء ذاتي في الغذاء ورحت تبني عليها. فانا بعتقد ان التوسع في الاراضي الزراعيه من خلال مجموعه كبيره من المشروعات زي الريف المصري وزي ايضا مستقبل مصر وزراعه محور الضبعه والدلتا الجديده، كل دي مشروعات في الاخر هتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ولكن ده بيتطلب ايه بقى؟ وعي المواطن المصري ان انا مش بنتج بس، او انا عايز اوصل الاكتفاء الذاتي بس، لا ايضا يهمنا جدا الترشيد في الاستهلاك. وده مهم جدا، عمليه وعي المواطن يجب ان يدرك ان احنا لا ننتج بسهوله، لا نتوسع في الرقعة الزراعية بسهولة، إنما أعباء ضخمة جدا بتتحملها الدولة. فيجب إن إحنا بالوعي نرشد في استهلاكنا، وبالوعي أيضا إن إحنا نحسن ونجود ونرفع إنتاج الفدان الزراعي. الدولة بتدعم، والدولة بتستورد سلالات وشتلات من أفضل ما يمكن، وبتعمل بالتكنولوجيا الحديثة على رفع كفاءة الفدان سواء كان في الرز سواء كان في القطن سواء كان في القمح وغيره. لكن وعي المصريين في ترشيد الاستهلاك مهمة جدا، ويا جماعة يجب العودة تاني مرة بنأكد عليها، وده مهم جدا، العودة للاهتمام بالأراضي الزراعية. لأنه في الحقيقة إحنا بنعاني من عملية الاستصلاح، استصلاح أراضي الصحراوية بتكلف من 200 ل 300 ألف جنيه في الفدان الواحد. فإحنا كان مصر في غنى عن كل وأجود هذا الأراضي الزراعية اللي تم البناء عليها. طبعا إلى منازل وأراضي وأولاد أسمنت حولناها أيضا أسمنت. برضو النقطة المهمة جدا، الدولة زي ما نقول هي ماشية في الدعم ولا تتخلى أبدا عن دعم المواطن، وماشية في توسيع الأراضي الزراعية. لكن في نفس الوقت إحنا علينا بقى، مش معنى إن إحنا عندنا أمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن لن يتحقق الاكتفاء الذاتي أبدا طول ما الزيادة السكانية دي بهذه الفظاعة المستمرة فيها. طيب، في حاجات متعددة عشان نوصل للاكتفاء الذاتي. طيب، عايزة أنتقل لنقطة تانية ونقطة برضو مهمة من كلام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. قال إن زيادة الأسعار أمر خارج عن أي قدرة، لأنها سلسلة كبيرة جدا من سلاسل الإمداد والتوريد، متابعا الرسالة الأهم أن الحكومة سوف تظل تستوعب الجزء الأكبر من هذا الموضوع وتلقي الصدمة حتى لا تمرر العبء الكلي على المواطنين. وأضاف مدبولي خلال تصريحاته، الحكومة تعمل على ترشيد النفط التقليدي
من خلال منظومات كثيرة مثل برنامج إحلال السيارات المتقدمة والتي تعتمد على البنزين والسولار واستخدام الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل زيادة أسعار النفط. ويشهد عام 2023 الاكتفاء المصري من المنتجات البترولية، ولن نحتاج إلى استيراد منتجات بترولية مثل البنزين والسولار لأنه سوف يكون لدينا القدرة على التصنيع بشكل كامل في مصر، وما سنظل نستورده هو الزيت الخام، وبالتالي التكلفة سوف تكون أقل، وهذا جزء من الترشيد. ووضعنا حوافز ضخمة لتوطين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاعتماد على الوقود التقليدي. في الحقيقة استمعت لكلام الدكتور مصطفى مدبولي وكان كلام مهم جدا ومنظم ووضح الصورة تماما، ان احنا حاليا فعلا انه ما تم من مشروعات واكتشافات في مجال الغاز منح مصر القدرة على التصدير، وأيضا في نفس الوقت ده وفر كثير من العملة الصعبة اللي احنا في أمس الحاجة إليها. أيضا احنا بنقول السنة القادمة إن شاء الله هنوصل للاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، يعني مش هنعتمد على البنزين على البترول النفط الطبيعي. احنا بنقول الغاز خلاص وصلنا لاكتفاء ذاتي وعندنا قدرة على التصدير، احنا بنستورد جزء من البنزين والسولار ده ان شاء الله في المرحله القادمه هنستغنى عنه، ولكن 23 هيبقى الزيت طبعا ده اللي هنستمر فيه لحد ان احنا ان شاء الله نجد مجال اخر. لكن في الحقيقه تقدري تقولي انه الاستراتيجيه اللي اتعملت في استثماراتنا في الغاز والمواد البتروليه نجحت الى حد كبير في امتصاص الصدمه زي ما قال فعلا الدكتور، ان احنا وفي الحقيقه الامتصاص الصدمه ليس فقط بدعم الناس، لا، هو الناس تحملت جزء والحكومه تحملت جزء فعلا. وانت لو بصيتي لو لقيتي الدوله مستمره في الدعم، بل بالعكس ده زاد الدعم السنه دي اكتر من 350 مليار جنيه للدعم فقط، مبلغ مش قليل. لكن احنا بنقول ايه، الدعم مش فقط في الخبز انما في باقي السلع الغذائيه الاخرى، ودي اللي عايزين نوصل فيها، عايزين نوصل فيها للاكتفاء، عايزين نوصل فيها للاكتفاء الذاتي. احنا شفنا بنقول ايه، ان الدوله الحمد لله لديها مخزون استراتيجي، استطعنا من خلال المخزون ان المواطن المصري لا يشعر بان هناك ازمه. انا عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا. لا هو بص يا استاذ حسن، معلش انا هقف معاك في النقطه دي، هو في ازمه وفي ارتفاع في الاسعار ده اكيد، خلينا نقول، لكن الارتفاع في الاسعار مقارنه، انا عايز اقول لان اي حد بيقابلني، انت عارفه دلوقتي علبه اللبن بكام، انت عارفه كيلو السكر بكام، انت عارفه كيلو الرز بكام، انت عارفه مش عارفه ايه، ماشي، ما في أزمة حاجة. إحنا يا جماعة في أزمة، ما حدش ما قالش حاجة، وفي ارتفاع في الأسعار، لكن هل الارتفاع مقبول ولا غير مقبول؟ دي نقطة كنت هنقلك عليها. شوف هقول لك حاجة، رغم إن هناك أزمة عالمية في الغذاء وفي دول متقدمة، لو بصينا لألمانيا وبعض دول أوروبا وباريس وفرنسا، هنجد إنه هناك المواطنين شعروا بأزمة الغذاء. إحنا عندنا الغذاء متوفر في كل مكان، هناك ارتفاع في بعض السلع، ولكنه زي ما حضرتك قلت ايه، طب الارتفاع المقبول. هرد عليك، يا فرحتي ده اللي بيتقالنا، يا فرحتي الحاجه موجوده انا مش عارف اشتريها، ده بيتقال، ده بيتردد فعلا. ايوه، ما انا بقول لك، لكن انا عايز اقول لك حاجه، هنا بقى وعي المواطن. انا بره في الخارج لا يستطيع المواطن يشتري زيتين زيت في المانيا مثلا او صحيح في فرنسا. صحيح، انت النهارده بتخش السوبر ماركت بتقدري تشيلي زي ما انت عايزه، اذا كان لديك عندك القدره، مفيش ما يمنع من شراء ما ترى مناسب ليك. هو انا لازم اشتري بالثلاثه واربعه؟ لكن هي دي بقى النقطه، اشتري على قدي. احنا بنقول ايه، السلع الاساسيه ما زالت اسعارها مقبوله. ليه مقبوله؟ لان الدوله بتدعمها. صحيح، لكن هناك سلع لا تدعمها الدوله، فعلينا ان نرشد في استهلاكنا. يعني انا بقول ايه، كفايه، مش مهم ان انا اقدم على السلع بشراها، لا، ان انا استخدم احتياجاتي فقط. صحيح.
صحيح. وهنا في الحقيقة هناك بعض الغلاء في بعض الأسعار، ولكن احنا نقدر نقول نستطيع أن نتحملها إذا قارنا بين وضعنا ووضع دول. أنا كان معي صديق قادم من باريس منذ يومين، والله أقسم بالله بيحسدنا على النعمة اللي احنا عايشين فيها. أقول له رغم ارتفاع الأسعار، بيقول لي رغم ارتفاع الأسعار دي بالنسبة لنا لا تمثل شيء، لأن احنا هنا الخير في مصر موجود وبكثرة. احنا عندنا في بعض السوبر ماركت أصبحت فارغة من البضائع. صحيح. وخالية من مش البضائع، مش بس باريس والله. طيب هنتقل بقى للشأن العالمي علشان أنا وقتي قرب يخلص وفي تحول كده عايزة أقف عنده. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال لقائه مع خريجي جامعة ديلاوير أن يكونوا متسامحين وأن ينظروا إلى الأشخاص الذين يختلفون معهم على أنهم جيران وليسوا أعداء. وتحدث الرئيس الأمريكي لأكثر من 6000 خريج، حيث أعرب بايدن عن أسفه للانقسام والكراهية في البلد الذي يحكمه، مبديا التحسر على ما أسماه أزمة الصدق في المؤسسات الأمريكية، وضغط على الخريجين للعمل على تضميد جراح البلاد حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز. وأضاف الرئيس الأمريكي نقوم بأشياء كثيرة بشكل جيد متابعا، في بعض الأحيان نقصر، هذا صحيح في حياتنا، هذا صحيح في حياة الأمة، ومع ذلك فإن الديمقراطية تجعل التقدم ممكنا، ويأتي التقدم عندما نبدأ في رؤية بعضنا البعض مرة أخرى ليس كأعداء ولكن كجيران. وتحدث بايدن في الوقت الذي تعرضت فيه عشرات الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لفضائح في السنوات الأخيرة، وسط توجيه اتهام بمحاولة إعاقة حرية التعبير لأولئك الذين يعتبرون آراءهم ضارة في القضايا الساخنة بما في ذلك العراق وتدابير السلامة الخاصة بكوفيد. يعني في تحول كده في اللهجة الأمريكية أو لهجة الرئيس الأمريكي أو المؤسسات الأمريكية، خاصة أنه الداخل الأمريكي بيغلي خلينا نقول، وأنه مش راضي عن حاجات كتيرة. بالعكس هم شايفين أن في الأزمة الروسية الأوكرانية أنه الولايات المتحدة اتصرفت برعونة خليني أقول. طيب هل يعني أصل أنا ربط الكلام اللي بيقوله الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات هنري كيسنجر الأخرانية اللي هو كان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وخليني أقول عراب السياسة الأمريكية حتى هذه اللحظة، وكان بيقول ما تسيبوا روسيا الأراضي اللي هي عايزاها في أوكرانيا، كانت واضح يعني كانت جملة واضحة. هل هناك اعتراف ضمني بأن الولايات المتحدة أخطأت في تقديراتها في هذه في الحرب الروسية الأوكرانية؟ شوفي هقول لك حاجة، الحرب الروسية الأوكرانية الظاهر إنها حرب بين أمريكا وبين روسيا، لكن في الحقيقة الحرب الروسية الأوكرانية هي صراع في الأصل ليس فقط بين روسيا وأمريكا أو الغرب، وإنما هي صراع بين أمريكا والصين المتحالفة مع روسيا في هذا الأمر، لأن القوى القادمة هي بتبقى الغلبة للقوى الاقتصادية وليست القوى العسكرية. عشان كده حتى حاليا التلويح باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو القوى النووية ده غير وارد بالمرة، لأن كلما ازدادت القوى وبقت أكثر دمارا كلما أدى لمزيد من المخاوف والتوقف عن استخدام هذا السلاح. فالقوى القادمة هي القوى الاقتصادية. انت لما تيجي تلاقي بايدن بيلفلك لموضوع اخر في الداخل الامريكي، اعرف ان هناك في مشكله. لكن في الحقيقه الصراع الامريكي الروسي وفي الجانب الاخر الصين هو صراع اقتصادي، وهو كان هدف من امريكا ايه؟ امريكا بتستنزف القوى الاقتصاديه الروسيه، وشفنا حزمة العقوبات الاقتصادية التي وقعت ضد روسيا، لكن في نفس الوقت المعركة دائرة وليس هناك أمد أو فترة محددة. صحيح. لانتهاء هذه المعركة الدائرة على الأراضي الأوكرانية. لكن أقدر أقول لك في النهاية أنه لا يستطيع أحد أن يتوقع متى تنتهي الحرب ومتى تتوقف العقوبات الاقتصادية، لكن هيستمر الصراع. وهل هيؤدي هذا لو استمرت هذه الأحوال بهذا الشكل
أيضا الصين اللي هي محط أنظار الأمريكان هتستثمر الفرصة وتتجه إلى تايوان، دي مشكلة أخرى، لأن الصراع زي ما بقول لك أنا هو صراع أمريكي صيني في المقام صحيح. الأول بس أستاذ حسن يعني معلش أنا صحيح وقتي خلص، بس دي واحدة هقول جملة واحدة، ما الصين هي ما أمريكا هي اللي بتنبش الصين برضو في موضوع تايوان، يعني طبعًا. الصين قاعدة ما اتكلمتش. شوفي هقول لك حاجة، ما هي اللي شوف هقول لك حاجة بتخربشها شوية. أمريكا هي التي باستفزازها دفعت روسيا لاتخاذ هذا الموقف، وأيضا أمريكا بدفعها لزيلينسكي لاتخاذ هذا الموقف، حتى تحولت أوكرانيا إلى أرض دمار. دائما الحروب بتؤدي إلى دمار، فعايزين نظرة إلى الإنسانية من مختلف الدول الكبرى. الكاتب الصحفي الأستاذ حسن رشيدي نورتني وبشكرك، شكرا جزيلا، بشكرك يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية، هروح لفاصل وبعد الفاصل عندنا مبادرة مهمة جدا، انتظرونا. مشاهدينا الكرام الأسبوع اللي فات أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة أشبال مصر الرقمية، هي مبادرة تأتي في إطار التوجه العام للحكومة المصرية وحرص الدولة على النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة، وده في ظل التأكيد الدائم لرئيس الجمهورية على حتمية الاهتمام ببناء الإنسان المصري وضرورة تزويده بأحدث وأفضل المهارات الرقمية والتكنولوجية. المبادرة بتستهدف تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية، وده كمان تماشيا مع الاهتمام الكبير اللي بتوليه وزارة الاتصالات لبناء القدرات التكنولوجية للمواطن المصري. احنا النهارده هنتعرف من ضيفتنا الكريمه دكتوره هدى بركه، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنميه المهارات التكنولوجيه، عن هذه المبادره وكل تفاصيلها، بقى مستمره لغايه امتى، حجم التمويل قد ايه، يعني حاجات كتيره عايزين نعرف من دكتوره هدى عليها. صباح الخير يا فندم ومنورانا. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اسمحي لي قبل ما نبتدي كلامنا، احنا معانا كده فيديو وعايزين نشوفه وبعدين نتكلم. الجيل ده مختلف جدا عن كل الأجيال اللي قبله، مختلف في طموحه، في قدراته، وفي أحلامه. جيل عنده قابلية عالية للتعلم علشان يرسم خطوات مستقبله. النهاردة احنا بنساعد في وضع حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي قائم على اقتصاد أساسه المعرفة، جيل على دراية عالية بالعلوم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وإيمانا بدورنا لرعاية الجيل ده وتوفير فرص جديدة تساعده على بناء مستقبله، بادرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير فرصة تدريبية متميزة لطلاب المدارس من 12 سنة ل 17 سنة علشان يتعلموا ويتطوروا بشكل عملي وغير تقليدي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال برنامج شامل يجمع بين مهارات التكنولوجيا والمهارات الشخصية. وأطلقت الوزارة مبادرة أشبال مصر الرقمية. مبادرة أشبال مصر الرقمية بتقدم 3000 منحة سنوية مجانية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية. منحة للطلاب المتفوقين علمياً من سنة أولى إعدادي لتانية ثانوي من كافة المدارس ومن جميع المحافظات. المبادرة هدفها إن الطالب المتفوق خلال دراسته في المدرسة ينمي قدراته ومهاراته في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عشان كده التدريب بيكون ببرنامج تأسيس، وبعدها الطالب أو الطالبة يختاروا مسار رئيسي واحد من بين المسارات التكنولوجية الحديثة زي تطوير البرمجيات، علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، الروبوتات، تأمين الشبكات والمعلومات، والفنون الرقمية. وكمان هيتم تدريبهم على المهارات الشخصية زي فنون التواصل وإدارة الوقت والعمل في فريق والقيادة وريادة الأعمال. مبادرة أشبال مصر الرقمية بتجمع بين الدراسة العلمية والعملية في نفس الوقت، وعلشان ما نعطلش الطلاب عن دراستهم وامتحاناتهم خلينا التدريب مرة واحدة في الأسبوع، وفي أجازة الصيف هيكونوا معانا لمدة شهر. كمان التدريب هيكون 75% منه أونلاين وهم في البيت، و25% هيكون في مركز التدريب في محافظتهم علشان نساعدهم على تنفيذ المشروعات التطبيقية اللي مطلوبة منهم كل سنة. وفي نهاية كل عام دراسي هيكون فيه طبعاً جوائز بتقدمها المبادرة للمتفوقين، وكمان شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للناجحين. لو شايف إن الشروط تنطبق عليك وعندك الشغف والطموح في بناء مستقبلك بشكل عملي وعايز تساعد في بناء مستقبل مصر الرقمي،
يبقى الفرصة دي ليك وليكي. خد فرصتك وسجل الآن على موقع المبادرة الرسمي www.desi.gov.eg. مبادرة أجبال مصر الرقمية، النهاردة بنستثمر في ولادنا علشان بكرة يبنوا بلدنا. دكتورة هدى، يعني أنا بعد ما شفت الفيديو ده، للأسف أنتم محددينها من 12 ل17 سنة، أنا لو أقدر أقدم كنت قدمت يعني، بس أنا سني معدي كده بكتير. يعني مبادرة قد إيه مهمة، وقد إيه يعني لما إحنا بنتكلم على الجامعات التكنولوجية والتوسع في الجامعة، أعتقد بتأسسوا لحاجة في غاية الأهمية. يعني دلوقتي حطيتوا الموقع، هل التقديم بس عن طريق الموقع ده؟ طبعا هو يعني مبادرة أجبال مصر الرقمية بتستهدف قطاع عريض، يعني من أولى إعدادي لتانية ثانوي. طبعا عندها عدد كبير من الطلبة موجود في الفئة العمرية دي، اللي هي من 12 ل17 أو في الصف الدراسي من أولى لتانية ثانوي. فبالتالي يعني يمكن أسهل طريقة بالنسبة لأولياء الأمور وللطلبة إن هم يسجلوا من خلال الموقع، مع كمان الأخذ في الاعتبار أنه لما بيبقى العدد كبير جدا بيدخل على الموقع بيبقى فيه شوية تباطؤ في الموقع نفسه، إنما أكيدا هو أسهل من أنه يتوجه إلى مكان أو يروح في محافظة معينة، لأن طبعا إحنا بنستهدف يعني جميع الطلبة من جميع أنواع المدارس، سواء مدارس حكومية تجريبية، ستام، مدارس النيل، مدارس خاصة، مدارس دولية، وفي كل المحافظات. فبالتالي أسهل طريقة ليهم هو أن هم يسجلوا من خلال الموقع. حتة مهمة جدا في موضوع التسجيل أنه إحنا بنرد على كل الاستفسارات اللي بتجيلنا. احنا بدأنا من يوم 12 مايو، يعني احنا تقريبا بقالنا 15 يوم دلوقتي. كل الاستفسارات اللي بتيجي من خلال الفيسبوك بيج او من خلال الايميل او من خلال الهاتف اللي هو الهوت لاين 15388، ده كله بيترد عليه. بناخد كل الملاحظات اللي أولياء الأمور بيقولوها في عملية التسجيل، وبعدين كمان هنبتدي كمان حتى نعدل بحيث نسهل عملية التسجيل شوية. يعني مثلا في الأوراق والمستندات اللي مفروض إن هم يحطوها، هل لازم أنا أجيب من الإدارة التعليمية ولا أكتفي ببيان الدرجات من المدرسة؟ يعني ممكن نكتفي ببيان الدرجات من المدرسة. إحنا بنشوف كل التحديات البسيطة اللي قدام أولياء الأمور بحيث نسهل عملية التسجيل على قد إيه، على قد ما نقدر. طب دكتورة هدى، يعني في الفيديو اللي شفناه أنتوا مستهدفين إن يبقى معاكم 3000 واحد، مظبوط؟ طب افرضي جالكوا 5000، هتعملوا إيه؟ طبعاً. يعني افرضي في اقبال جامد جدا، ان يعني ده بالذات في الصيف كمان، يعني هيبقى شهر وان انا بتعلم حاجه، اكيد في ناس كتيره هتحب تقدم، هتعملوا ايه في العدد الزياده؟ طيب انا الاول هتكلم على البرنامج الدراسي نفسه. نعم. وهرد على حضرتك في موضوع الاعداد، لان دي نقطه مهمه جدا. البرنامج هو برنامج لمدة 5 سنوات وموازي مع العام الدراسي. يعني احنا هنبدأ في سبتمبر، هنشتغل طول السنة فيما عدا طبعا الشهور اللي فيها امتحانات، وبعدين في شهر الصيف هيبقى فيه شهر فيه مكثف على أساس الطالب هيجي معنا، وبعدين هيكمل هذا الطالب من سنة إلى سنة لغاية ما يوصل لإيه؟ لتانية ثانوي. ده معناه ايه؟ معناه ان انا في السنة الاولى هيبقى معايا 3000، لكن في السنة التانية هيبقى معايا 6000، في السنة التالتة هبقى 9، في السنة الرابعة هيبقى عندي 12، في اخر سنة هيبقى عندي 15000، ولو جمعت بالراجع يبقى معايا 45000 طالب كلهم موجودين في هذا البرنامج. برضو احنا عايزين نقول ان 45000 ما هواش برضو عدد كبير جدا، انما احنا بنستهدف مين؟ بنستهدف الطلبة المتفوقين اللي هم في المدارس مثلا الحكومية 90% فيما فوق. متفوق في مواد معينة ولا متفوق بشكل عام؟ أولا لازم يكون متفوق بشكل عام، لأن التفوق اللي بشكل عام بيؤكد عملية التزامه وشغفه وجديته في إنه هو عايز يعني يتعلم. الحاجة التانية المهمة إنه يكون متفوق في مادة المواد اللي هي ليها علاقة بالآي سي تي. يعني إيه؟ يعني مثلا الرياضة والعلوم
اللغة الإنجليزية مهمة جدا، لأن معظم التدريب هيبقى الكلام بالإنجليزي. وبعدين عندي مادة الـ ICT اللي هي بتقدم من خلال طبعا وزارة التربية والتعليم. فدول الأربع مواد اللي هم حتى في الفورمة بتاعت التسجيل موجودين، بحيث أن الطالب يقول هو موقفه إيه من المواد دي. نقطة مهمة جدا حضرتك ذكرتيها، طب لو عندي أكتر من 3000 بينطبق عليهم الشروط؟ طبعا يعني فخامة الرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي يعني وجه للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات انه الحد الادنى هو 3000. اذا في من اولادنا وبناتنا، ده في الاجتماع الاخير، في الاجتماع الاخير، ده اللي كان من يومين تقريبا، يعني الاسبوع اللي فات، قال له، وجه له انه اذا في من طلبة المدارس من اولادنا وبناتنا والمتفوقين وعدينا ال 3000، طبعا ما فيش مشكله ان هم يكونوا ملتحقين معانا. احنا هنعمل زي ويتنج ليست، بحيث ان احنا نبدا بال 3000 ونشوف بعد كده الموقف هيكون عامل ازاي. طيب دكتوره هدى، برضو انا هاخد من الفيديو لان هو موضح حاجات معينه. انا عندي 25% 75% اونلاين بالظبط، و 25% هيبقى زي عملي او موجود في مراكز تدريب. تتبع مين؟ فين مراكز التدريب دي؟ وكل واحد في محافظته يعني، فأنا عايز أعرف مراكز التدريب دي تبع مين؟ ولا هتعملوا مراكز تدريب؟ يعني أفهم بالظبط. طبعا يعني إحنا حاليا لسه ما عندناش الخريطة بتاعة التسجيل نفسه بتاعة الطلبة. يعني إيه؟ يعني أنا لغاية دلوقتي اللي تقدم طبعا في إقبال كبير جدا، ودي حاجة يعني مشجعة، إن كل أولياء الأمور، يعني حضرتك لا تتخيلي كم المحادثات والتليفونات والبريد الإلكتروني على الموضوع. احنا حاليا بنقسم، بنشوف في كل محافظة الأعداد اللي هي تقدمت منها. وبرضو هنا نقطة مهمة جدا وهي الشمول، يعني احنا فعلا عايزين نوصل لكل المحافظات علشان ندي الفرصة للجميع. بعد كده هنيجي نشوف في جوه المحافظة انهي مدن. يعني انا مثلا عندي مدينه مثلا في قنا، مدينه الاقصر، مدينه كذا، لازم نشوف التكدسات هتكون موجوده فين، وتوزيع الطلبه على المدن داخل المحافظه فين. طيب اين مراكز التدريب؟ احنا طبعا يعني البرنامج دوت مش وزاره الاتصالات بنفسها هي اللي بتدرب، لا، احنا بيبقى في مشاركه بيننا وبين الشركات العالميه. واحنا لسه يمكن اول امبارح ولا من 3 ايام، يوم الخميس بالظبط كده، وقعنا مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالميه في مبادره اشبال مصر الرقميه. كل الشركات العامله في مجال الاي سي تي العالميه في مصر النهارده شريكه في هذه المبادره بكل امكانياتها، بكل امكانياتها، امكانياتها سواء كان عندها اماكن للتدريب، سواء كان ان هي هتدرب مدربين بحيث ان هم يبقوا سيرتيفايد ويبقى الكواليتي بتاعه المدرب بالنسبه لي ايه، مضمونه وجيده. فبالتالي ده جزء عندنا مهم جدا في الجزء الخاص بمراكز التدريب. في حته ثانيه انه طبعا احنا بنتعاون برضو مع الشركات المحليه، لان لابد ان يكون ليهم دور صحيح في عمليه التدريب، وشركات تدريب عالميه. طيب الشركات المحليه اللي هي بتاعه التدريب عندها اماكن موجوده في المحافظات، معامل للتدريب ومراكز للتدريب. كل شركه بتتقدم للبرنامج بتقدم معاها قائمه بكل مراكز التدريب اللي خاصه بيها. طيب يعني ماذا لو ان في اماكن نائيه وما فيهاش مراكز تدريب؟ يبقى احنا طبعا عندنا، احنا كوزاره الاتصالات في عندنا مراكز الابداع كرياتيفا، برضو دي موجودة النهاردة في عدد من المحافظات، يبقى هنستغل هذه المراكز. في عندنا أيضا وزارة الشباب والرياضة دائما شريك معنا، فبالتالي عندنا مراكز الشباب ممكن أن يكون في عندهم أماكن اوريدي مجهزة، أو أن إحنا نجهز معاهم في إيه؟ في مراكز الشباب، بحيث نحن نكون على قد ما نقدر قريبين من مكان تواجد الطلبة. دكتورة هدى، عندي سؤالين بقى من كلام حضرتك، عايزة يعني أعرف ردهم بسرعة لأن أنا مهتمة بيهم جدا. واحد، طيب أنا بعد يعني هو الدورة دي هي السنة وهبخرج 3 والسنة اللي بعدها 3 زي ما احنا قلنا، هو مكمل معايا 4 سنين الأولى إعدادي، يبقى هو مكمل لغاية تانية سنة. تانية ثانوي. طيب
والشركات اللي حضرتك قلتيها يعني او عدد الشركات شركات تقيله، تمويل المبادره دي من مين؟ يعني دي مبادره مش مبادره عاديه، دي مبادره قويه جدا. المبادره من موازنه الدوله. يعني حتى يعني احنا الشركات العالميه طبعا دي مساهمات، يعني من الكونتريبيوشن ده من عندهم هم، لكن العمليه التدريب نفسها مع الطالب دي مبادره يعني يعني كامله مموله من الدوله. الله وبتوجيه من السيد الرئيس. السيد الرئيس. نعم. طيب اخر سؤال بقى، لان انا بيقولوا لي خلاص وقتنا بيخلص. انا لما هتخرج الطالب ده لما هيخلص من اولى اعدادي مكمل معاكي، في الاخر هيبقى معايا ايه؟ هل معايا حاجه معتمده ان انا لما بقدمها تعالى يا ابني انت بعيد ليه، تعالى ده انت معاك هيتخطفوا. هيتخطفوا، ده اللي عايزه اقوله. طبعا هو كل سنه، كل سنة هيبقى فيه عندنا شهادات بادجات معتمدة من الشركات العالمية. نعم. وده شيء مهم جدا، لأنه الطالب هيبتدي يعني يعمل accumulation أو يتكامل في كل سنة بمجموعة من الشهادات هتكون موجودة معاه. إذا هذا الطالب متفوق طبعا هيبتدي أن كل الجامعات التكنولوجية أو كليات الهندسة أو كليات حاسبات ومعلومات هتبتدي تدور على إيه الطلبة دي، بحيث أنه يبقى في منحة ليهم بحيث أنهم يلتحقوا بالجامعات. بعد ما يخلص إن شاء الله إحنا في عندنا مبادرة مهمة جدا 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 برضو بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، وهي بنات مصر الرقمية. هذا الطالب المتفوق خريج هندسة وحاسبات ومعلومات واقتصاد وتجارة بيلتحق ببنات مصر الرقمية وبيحصل على ماجستير مهني من أرقى الجامعات الدولية. فبالتالي إحنا النهاردة إيه الهدف الأساسي؟ حضرتك قلتي بناء الإنسان المصري، خلاص. والهدف الأكبر إن يكون في عندنا عمالة مهنية على أعلى مستوى تقدر إن هي تتنافس في السوق المحلي وفي السوق العالمي. صحيح صحيح. لا ده يعني احنا هنضاهي واحنا عندنا عيال شاطره وذكيه ومتفوقه يعني، بس ما كانوش لاقين فرصتهم للاسف يعني. دكتوره هدى، انا سعيده جدا بالمبادره اللي حضرتك قلتيها وسعيده بالمجهود اللي هيتعمل، واطلب منك طلب ان انتوا بعد ما تبتدوا ونبقى كده ممكن نبقى كصدى البلد نيجي ونشوف ونقابل الولاد ونشوف وصلتوا لايه في المبادره المهمه دي. طبعا ده مهم جدا جدا، لان ده بيخلينا نكتسب طلبه اكتر ان شاء الله العام القادم. طب انا حاجزه بقى ميعاد معاكم ان شاء الله ان احنا أمر. ان شاء الله نيجي ونتابع ونشوف المبادره دي، لانها ده مستقبل مصر. يعني ده اللي جاي، مستقبل مصر الرقمي، يعني خليني اقول مستقبل مصر الرقمي. دكتوره هدى بركه، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنميه المهارات التكنولوجيه، نورتيني وبشكرك شكرا جدا، ويعني ان شاء الله ان شاء الله جيل واعد باذن الله هنشوفه قريب باذن الله. الشكر لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت فقرتنا وانتهت حلقتنا النهارده. ان شاء الله نلتقي بكم غدا عند 8 صباحا حتى ذلك الموعد. الى اللقاء.